بالرياضات المائية بأسوان. أهلا بكم في هذه الأمسية الخاصة جدا للاحتفال بالمرأة والأمهات المثاليات. أهلا بكم. يما يا نور عينيا الله يخليك ليا ويزيد خيرك عليا روحي تزيد الرسالة انتي المرأتين تعيد شبان المسيحية بركة دعاك تحمي روحي وتعلي اسمي وندائت بيا يما الأستاذة سناء عبد الماضي إسماعيل تعالي المرأة الأستاذة منى عبد الرحمن محمد.
قلبها من الصبح ولحد المساء.
لما جيتك تبعنوني عبدة قدام القصيدة شايلة سري بردمان بيني وبين حبل سري اتقطع يوم الولادة واتكسر حبل الوداد حبها ما تحولش عادة من كلام رب العباد حبها أصل عبادة في التعب كانت بتسأل جه مؤنث جه مذكر جه بيضحك جه مكشر جه على الدنيا بسلامة وقتها ما كنتش بفكر كنت بحكي كان بتخطوطي الوسامة وقتها ما كنتش بفكر تتضنى جه من الضنى لما جيتك تبعنوني لقيتني بكتب عننا لما جيتك تبعنوني عجزة قدام الحروب أعمل ألف ساعة وقت قال لي ما تفهم يا ولا أنا مشترك في اسمي ما لا شريك له وأول الاسم ألف وأول الأم ألف مدير السودة ربك بيخلق من العدم ربك بيخلق من العدم خلق الألم وأنا معايا وهم شالتني حتى ما بلغت الحلم وياما بتدلع عليها وياما بتمنى عليها وياما حوضتني بجناحها وياما جمعت في عينيها ومين ايديا تلاته تلاته ورجلي جافه على البلاطه ودلت عليها عجل زمان كانت بتقول لي ابتسامه لما بتعب كانت بتخش كانت بتجيب لي الشوكولاته كبرت فجأة كبرت فجأة لأني بسأل الكلام عن السجاير عن العيال اللي صاحبهم عن الدراسة وش ذاكر أجي أطلع كل